ازيك شعورني؟ عارف ان في تغير شاسع حواليك، بس انا حابب اسيب الموضوع ده لفيديو منفصل لوحده، هينزل قريب ان شاء الله. خلينا بقى نركز في فيديو النهارده، لان ده مش فيديو الصراحه، ده كان تحدي، والتحدي ده من شركه عملنا لها ريفيو قبل كده لثلاث سماعات، وهي شركه ستاندرد. شركه ستاندرد بعتت لي سماعه، وهي سماعه من الفلاكشيبس بتاعت الشركه بتاعتها. قالت لي طالما انت بتحب التحديات قوي كده، حابين ان احنا نتحداك بالسماعه دي، حاول تطلع لنا عيب واحد بس فيها. وانا قبلت التحدي. ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو، اتاكد ان انت تعمل الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه اول مره تشوفني، ويلا بينا. سماعه النهارده هي جي ام 015، دي من احسن سماعات شركه ستاندرد، ودي السماعه اللي انا داخل فيها بتحدي مع شركه ستاندرد. تعالوا نبدا بالانبوكسنج، ودي حاجه مش هتتوهك كتير، لان السماعه بيجي معاها الشنطه الجامده جدا دي اللي دايما بتعجبني الصراحه. الشنطه دي موجوده في كل سماعات الشركه، علبه السماعه شكلها جامد جدا، وبتيجي بالتصميم المعتاد اللي احنا متعودين عليه من شركه ستاندرد، بنفس الماتيريال بالظبط بتاعه العلبه. هتلاقوا كل حاجه عن السماعه موجوده عن العلبه، ان هي بتدعم 7.1، وان هي ار جي بي، اللي بالمناسبه هي بتدعم كل الاجهزه. واهم حاجه في كل ده هي الكلمه دي، الشركه بتقول لك احنا بنديك ضمان لمده سنه استبدال، يعني انت لو اي حاجه حصلت في السماعه الشركه بتبعت لك مندوب ياخد منك السماعه وبيدوك بدلها منتج جديد ما تفتحش، بدل ما بتاخد السماعه منك او المنتج منك وتصلحه لك. فالشركه بتقول لك احنا ضامنين نفسنا، ما عندناش حته ان احنا ناخد الحاجه ونصلحها لك، لان احنا شاكين انها ممكن تبوظ. لا، انت الحاجه لو باظت منك لا قدر الله بناخدها، نديك واحده مكانها في خلال يوم او يومين بكتير. لان الحظي السماعه اللي كانت جايه لي كان في مشكله صغيره فيها في المايك، واول ما كلمت الشركه في ثاني يوم بالظبط في مندوب جالي وبعت سماعة جديدة من غير مشكلة زنة المايك دي. فلو اي حد واجهته مشكلة لا قدر الله يتأكد ان الشركة هتحلها له في اسرع وقت. وعايز الناس برضو اللي جربت الموضوع ده تقول لي رأيها في الكومنتات. تعالوا بينا نشوف تصميم السماعة. السماعة بتاعتنا بتيجي بتصميم معدني، هتلاقوا ان معظمها معدن والجلد بتاعها طري جدا عشان يبقى مريح لودنك لو هتستخدمه لفتره كبيره، وده اللي انا لاحظته بعد مونتاج ساعات، لان في فيديو نزل في الطريق اخد مني ايام مونتاج، فكل ده كان باستخدام الوحش ده. اما بقى بنحس الشكل فزي ما انتم شايفين كده، انا شايف انها واخده تصميم حلو جدا عاجبني، بفكرني بسماعات انا بحبها جدا، فانا عموما بحب الشكل ده. هتلاحظوا زي ما انتم شايفين كده علامه ستاندرد من هنا كده محفوره، والجزء اللي فوق مصنوع من الجلد، وفي سفنجه طريه عشان خاطر لو انت لابسه على راسك ولا حاجه ما يتعبكش. زي ما انتم شايفين ده شكل السماعه وانا لابسها. طبعا في الجزء المعدني الموجود هنا ده اللي بيصغر السماعه ويكبرها على حجم راسك. طبعا كان اهم حاجه عندي وانا بجرب السماعه دي ان انا اشوف هل الجزء المعدني ده ثابت ولا هيتحرك مع الوقت. صراحه بعد استخدام اكتر من شهر الجزء ده لسه ماسك نفسه كاني لسه جايب السماعه النهارده، فدي حاجه عجبتني جدا الصراحه، لان اتلسعت من سماعات كتير قبل كده. طبعا ما ينفعش نعدي حته الشكل دي من غير ما نتكلم على الار جي بي بتاع السماعه، لان زي ما انتم شايفين السماعه مليانه ار جي بي، فيها ار جي بي من هنا بالتصميم المخرم اللي عجبني الصراحه. حابب برضه اعرف رايكم في الكومنتات في التصميم المخرم ده، وتاكدوا ان الشركه هتشوف كومنتات كل الناس، فاتمنى كل الناس تقول رايها. طبعا زي ما اتعودنا في الكنترولر بتاع سماعات ستاندرد بيكون بالشكل ده، جزء فوق عشان تتحكم بالار جي بي تقفله او تفتحه، وجزء عشان تعلي الصوت وعشان تقفل المايك وتفتحه، وده الزرار المحبب الى قلبي زي ما انتم عارفين لانه بينقذنا من بلاوي كتير قوي. تعالوا بينا بعد ما خلصنا كلام عن الشكل نتكلم عن اداء السماعه. تعالوا بينا نبدا كلام عن اداء السماعه. انتوا عارفين رايي الصراحه في سماعات ستاندرد، سماعات صوتها عالي جدا 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 اكتر مما تتصوروا، مش هتستحمل تقعد على 60% اصلا. دايما كل ما بستخدم السماعات دي ببقى عامل حسابي ان انا اوطيها على 40 او 50%. لا، هي سماعات صوتها عالي ونقيه جدا، ودي حاجه عجبتني الصراحه. لازم تتاكدوا ان معنى ان انا بعتمد على سماعه في مونتاجي ان دي سماعه جامده جدا من حيث الصوت. فدي سماعه انا بقالي حوالي شهر او شهر ونص بستخدمها في المونتاج وفي الاستريمنج وفي الجيمنج كمان، فدي سماعه بيرفكت من حيث الصوت. شايفك يا جيمر اللي هتسالني عن اداء السماعه دي في الجيمنج. السماعه زي ما انتم عارفين هي 7.1 وبيجي معاها سوفت وير، فهي من حيث تحديد الاتجاهات واماكن الاشخاص وكل الحاجات دي جامده جدا، ابهرتني الصراحه، ودي حاجه متوقعه في الفئه السعريه بتاعتها. هقول لكم سعرها بعد شويه، هسيب لكم رابط السوفت وير في الديسكربشن تحت لو حد عايز يحمله، ولو انت حابب تحمله بنفسك ممكن تخش على موقع الرسمي بتاع الشركه اللي هسيب لكم الرابط الرسمي بتاعه برده في الديسكربشن، فما تقلقوش يعني مش هتلفوا كتير، هتلاقوني سايب لكم كل حاجه تحت. مايك السماعه من اهم الحاجات اللي ممكن يهتم بيها صانع محتوى او ستريمر او حتى جيمر، هو المايك بتاع السماعه. تصميم المايك بيجي بليد كده صغير من قدام وطوله قصير عشان خاطر ما يضايقكش ويبقى قدامك عشان ما يحجبلكش الرؤيه وانت بتلعب، فانت مش هتواجه اي مشكله مع المايك، زائد انه بيتحرك في كل الاتجاهات. المايك ولا بيخش ولا بيطلع، هو ثابت مكانه ومش بيتخلع، هو بيفضل متركب في السماعه عشان لو في حد يهمه الموضوع ده. اما من حيث اداء المايك فده ابهرني الصراحه، لان صوت المايك اللي هسمعه لكم بعد شويه عجبني جدا من حيث الصوت لانه كان نقي. زي ما قلت لكم في الاول كان في دوشه ودي كانت مشكله في النسخه اللي معايا بس، والشركه حلت لي المشكله بسرعه جدا، فانا بحب اشكر الشركه جدا في الفيديو ده لان ده
مش تعاملهم معايا بس كيوتيوبر بقى، لان في ناس كتير جدا عندي في القناه قالوا لي ان تعاملهم كان كويس جدا معايا. فانا بحترم قوي اي حد بيحترم اي شخص مش مجرد انه يبيع له منتجاته خلاص. هسيبكم دلوقتي مع تجربه المايك ونرجع لرايي النهائي وسعر السماعه ومفاجأة في الاخر. ازيكم يا شباب، عامل ايه؟ ده شكل السماعة اللي انا لابسها دلوقتي. بالمناسبة انا بكلمكم دلوقتي بمايك السماعة، شايف انه حلو قوي الصراحة، وزي ما قلت لكم فالسماعة ليها سوفت وير زي ما انتم شايفين كده. هسيب لكم الرابط بتاعه زي ما قلت لكم في الديسكربشن تحت. بتخش بعد ما بتسطبه بيظهر لك بالشكل ده، تقدر انت تتحكم في السبيكر صوته. لو انت عايز تعلي صوت الودن اليمين عن الشمال، لو انت عايز تعلي الاثنين مع بعض، لو انت شايف ان صوت السماعة واطي وده شيء طبعا مستحيل، بالعكس انت هتشوفه عالي جدا، يعني انا دلوقتي مخليه على 50% مش 100% حتى، فده بيعتمد عليك. لو حسيت ان صوت المايك بتاعك واطي شوية لما تيجي تجربه ممكن تخش جوه مايك هنا وتبدا ان انت تعدلها، تخليها بدل ما هي مش عارف 7 او حاجه زي كده ممكن تخليها 23 دي بي وبس كده. الستاندرد جي ام 015 فلاج شيب شركه ستاندرد. السماعه دي عامله حوالي 720 جنيه مصري، هتلاقوها في الموقع الرسمي بتاع شركه ستاندرد اللي هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن لو حد حابب يخش يتفرج على السماعه او حابب يطلبها. اما بقى عشان انت واحد من المشتركين عندي في القناه، تعال هنا يا المشترك في قناتي لان انا لازم ادلعك النهارده. ليك خصم 50 جنيه على اي سماعه تشتريها من شركه ستاندرد، مجرد بس انك تخش عندهم وليك الخصم المتين. في شحن لكل في الجمهورية وبس كده. تنساش تشترك في القناة اول مرة تشوفني وتعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، وتستنى فيديو جديد بتاع السيت اب الجامد ده. والسلام عليكم. كملوا اللعبة بقى بالسماعة الجامدة.